خطي رقة فاطمة سارة أحلى سارة طلاسم. شوف الحين إذا فهمت لك مني جائزة. آخ جال معارض تنفس الصعداء. إحنا مو ننتمي، إحنا جزء من هذا المكان لأن إحنا ولدنا بهذا المكان. عيد القراء، عيد الكتاب، عيد الأدباء، عيد الكويت كلها. في هالنسمة هذه اللي تبرد عين الجروح اللي صارت في فترة كورونا. والله هذه الأجواء يعني بتقول رجعت لنا الروح مرة ثانية. سعادة. شفت تعرف إحساس يمعة العيد؟ بنفسي أنا كزينب الخالدي قاعدة أوصل على الناس، لأن في وايد ناس قاعد يقولون حرام ناخذ دينارين على الفاضي، وهو الكتاب 5 الحين قاعد ناخذه ب7 ومع التوصيل، فحرام الصراحة. فأنا إيش قاعد أقول لهم؟ خلاص لا تحاتوني، بقى أنا أوصل لكم يوم وما أخذ على التوصيل وب5. أنت الحين قاعد توصلين كتابك بنفسك. إيه زينب الخالدي يعني هي حالة إنسانية حقيقية، وهي فعلا محتاجة الدعم الإنساني، وعندنا شوية مشاكل في أمر أن احنا نوفر الكتاب. فأمانة زينب كانت منارة ونور هذا المعرض، وجودها في حيوية، يعني هي اسم الله عليها الله يحفظها البنت، يعني حيويتها طاغية. والله الصراحة هو شعور جميل وحلو وبنفس الوقت شوفوا فيه شعور الخوف، وفي شعور اللي لا اللي يطلب كتاب ويعرف من انت، هذا شعور وايد حلو اللي قاعد يصور معك. يعني على الاقل ان هذا يعطينا مثل اللي دواء خفيف يعالج فيه شويه اللي يعني الشوق اللي احنا صراحه كان ودنا وافتقدناه يعني بشكل صح. هو كورونا حرمك من معرض الكتاب؟ اكيد هو حرمني، بس راح اواجه الكورونا الحين. اتحدى الكورونا. وايد التمست، الناس متعطشة، حبينا الوضع، متفائلين جدا في الحياة الثقافية تعود للأفضل مما كانت عليه حتى قبل الجائحة. الناس يسألون يعني متى زينب تسوي العملية؟ إن شاء الله لما تنبع 19,000 نسخة هني خلاص وحجزت تذكرة بنفس اليوم ما تشوفوني اللي بعد 3 سنين. لا كم وصلنا؟ للحين 7,000 نسخة. 7,000 نسخة دار النشر متواصلة معك ولا ما أدري؟ ما تواصلوا معنا. 7,000 للحين. بالتجربة الإنسانية قائمة على هذا النوع من التواصل الاجتماعي، غياب هذا التواصل الاجتماعي يسبب مشكلات كثيرة مو بس على مستوى القراء والكتاب أيضا. نتمنى يحطون هذا الشيء بعين الاعتبار، خصوصا أن اليوم وزير الصحة صرح أنه وصلنا لل70%، خلاص خلي المطعم يدخل معرض الكتاب وتنتهي المشكلة. اليوم حنا مشاركين، 3 مشاركين، عندنا زينب الخالدي، عندنا يعقوب الشمري، وعندنا المرحومة عنود الحربي، أصدرت 3 كتب عن معاقين حطموا القيود وصنعوا الإبداع. أتوقع ما أدري لو كان في معرض الكتاب راح يصير شيء نار يعني. أتوقع كله من شنو؟ ليش ما صار في معرض الكتاب؟ من الكورونا. الله يسامحك يا كورونا. لو ما في كورونا كان حسيت عمليتي خلاص. ولكن أكثر من تأذى أعتقد في يعني وجهة نظري من القرارات الأخيرة نعم الكتاب، لأن أول قرار تم أخذه في حق الكتاب والقراء هو إلغاء معرض الكتاب، يعني فعشان كذي أقدر أقول لك نعم. أنت لو تسأل كل الموجودين هنا أو كل راح تلاقيهم فرحانين وسعيدين، لأن هذا أجواء خاصة تهم القارئ تهم الكاتب، فأعتقد أن هذا الشيء وايد حلو ونتمنى أنه يتكرر مستقبلا. هالبادرة جدا أعطتنا الانتعاش، وأن يعني الروح مرة ثانية أن نقدم بما هو عندنا من ثقافة وكتب وأدب. هو أكيد طريقة الشرح وجها لوجه هذا اللي خلينا نقول غياب المدارس ما يعوض أي شيء ثاني، لكن وجود السوشيال ميديا أن أنت تستمر على الأقل وسائل التواصل المختلفة رغم الإغلاق. سلب منا شيء وايد مهم، سلب منا جزء وايد كبير، عودة الحياة، عودة هذه الروح، كانت عودة يعني إعادة إحياء للثقافة في الكويت، إعادة إحياء للمجتمع الكويتي المتعطش مثل هذه الأمور والفعاليات. هو وجه خير عليكم. أي والله خير.